بوصيك يا ابني سمعتك هذا كان بيت واخوك من رميت لما بوصيك اصيتك هلا ولا عيش شامخ وين ما حليت وكون مثلي محال الراس وطايد وكون مثلي محال الراس وطايد وصايا أسامة يوصي بها الشاعر أبو أسامة بشير الشمهاني من أبناء الحيمة الخارجية هذا أبو شهاب الخبي بوصيك يا بني أسامة بك ذاك بيت وأخوك من رميت لما بوصيك أوصيت الأول عيش شامخ ويني ما حليت وكون مثلي محال الرأس وطيت والثانية رابعك المركة إذا انتركيت من صاحب الصوت لك بالفزع لبيت جدك مع عمامك أخوالك ومن خاوت رزحك وعونك ومن نداك لك جيت والثالثة في الرحم لا تقطع يا ليت تبقى لضها والعيون الرزح في بيت والرابع أخفه سيفي إذا اشتديت هرز ظهرك سلاح للشدة سليت والخامس أهلي الردي إذا معه ضحيت ما يقطع اليوم لبه سيبه وخليت والسادس الجيد حيدك ذيبه تعليت ابقى معه عندي ضيق الحال وسايته والسابع الكبري انت بك ما تشبيت بيوطي الكبري راسك ذي قد عليت عش بالتواضع نعم حتى مع اهل البيت واطلب سماح البشر بذنب اخطائك وانا معاك جانبك سربلت او ضمت ما دمت يا ابني لابك طايع وما عصيت والثامن الخير كم ما به معاك اعطيت واجرك على الله الى المحتاج اعطيت والتاسع الصابر زعفور النظر مدت والصبر حكمة ريزان العقل لو حايت من رحمة الله لا تقنط لا وتناحد من بعد صبرك يسهل ما تمنيت العاشر الحب ويلك لو حدا حبك وبيجي يوم تبكى ليش حبيت من باطل الحب لو تبصر كام تكوت ووطيت لجل الهوى راسي وذليت الحب يا ابني مرض منه ولا اداوت ودائقة قاتل بهذا الحسم سميته هذا الوصف يا بدر